لا انا زعلانه منك قوي. ليه ما بتسالش عليا؟ طب خلاص بكره نتغدى سوا، بس لو ما جيتش انا هزعل منك قوي. باي باي. مالك بتتصلي كده ليه؟ لا اصل انا انت ايه حكايتك؟ كل ما تشوفني انا 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 انت ايه؟ لا ولا حاجه. طب ما انا عارفه، خش لي رؤوف اصله مستنيك. لا انا اصلي مش جاي رؤوف، انا جاي لسعاده الباشا، عندي خبر مهم جدا هيفرحه. خبر ايه؟ اصلهم خلاص هيرفعوا الحراسات. ايه بتقول ايه؟ هشيل الحراسه، يعني املاك الباشا هترجع له. انت متاكد حقيقي يا فهمي؟ انا مش قادره اصدق. خريف انا بحبك، ده خبر هايل يجنن حقيقي. ما تستغلوش قد ايه حاطين من الفرحه. وانا كمان بابي. يعني انت كمان بتحبيني؟ اسكت يا اخي. مالك في ايه؟ خلاص يا دادي هيرفعوا الحراسه. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ ده مش تخريف، حتى اسال فهمي. مش كده يا فهمي؟ مظبوط يا سعاده الباشا. انت جبت الكلام ده منين؟ امبارح يا سعاده الباشا كنت قاعد مع واحد مهم بنحشش. بتقول ايه؟ نعم كنا قصدي بنتعشى يا سعاده الباشا، كنا بنتعشى فاكد الخبر ده. حق يا فهمي، ده انا ساعتها افصل لك بدله انجليزي معتبره وكم قميص. وانت جبت الخبر ده منين؟ ايه؟ من بق رفعت بيه ليلة امبارح. انا كنت موجود وما سمعتش حاجة. ايوه انت كنت موجود بس كنت مسطول. عرفت بقى فاتت الواحد يقعد معاك وهو فايق؟ الله، هو الواحد لازم يقعد معاك وفايق على طول؟ صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا اختي، جهزت الايجار؟ في الحقيقة يا حاج انا ظروفي وحشة الايام دي، لو تستناني شوية. اكتر من كده ما اقدرش، انت بقالك 4 اشهر ما دفعتيش وانت شايفة الدنيا غلت ازاي. انا عارفة يا حاج، انا هجيب لك الفلوس باي طريقه، بس استحملني شويه. ما تنسيش ان واخد عليك حكم بالطرد وما نفذتوش لغايه دلوقتي. الاوضه جابها لي 500 جنيه خلو، قدامك يومين ما تزعليش مني، يا تدفعي يا هطردك، فاهمه؟